السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، والجمعه مباركه عليكم. وطبعا جايبه لكم النهارده فيديو كده حلو جدا، تشجيع وحماس هناخده من مجموعه من السيدات، وخصوصا كمان طبعا بقى السيدات اللي ازواجها بيساعدوها في شغل البيت. طبعا ده لو عيب ولو حرام، لان طبعا ناس كتيره جدا بتشوف ان الراجل اللي بيشتغل او بيساعد زوجته في البيت يعني ده ممكن يقلل من شأنه شويه، لكن صدقوني بالعكس، ده بيخلق طاقه وحماس حلو جدا بين الزوج والزوجه، والزوجة بالعكس بتشوف ان زوجها اللي بيساعدها في شغل البيت ده يعني بالنسبة لها بيكون مكانة ومنزلة كبيرة جدا. تعالوا مع بعض كده نشوف احداث فيديو النهاردة بكل التفاصيل بتاعته، وفي نفس الوقت كده هستنى دعمكم ليا للقناة هنا باللايك، واللي ما اشتركش معايا اتمنى انه ينزل ويشترك معايا في القناة، صدقوني هيفوتوا كتير جدا من الفيديوهات الحلوة والمتنوعة اللي انا دايما بنزلها معاكم. ونشوف طبعا كده حتى في اعداد الوصفات في المطبخ، يعني هما الاتنين بيشاركوا بعض، يعني طبعا الموضوع مش على قد التنظيف، وان الحياه مشاركه بينهم هما الاثنين في تفاصيل كتيره، لكن فعلا الزوج اللي بيقدر النقطه دي اكيد طبعا بيكون مكانته عند ربنا كبيره جدا، وخصوصا ان هو طبعا يعني ده الزام عليه، لا هو واجب ولا هو كمان مثلا بيمن على زوجته، لان البيت مسؤوليتهم هما الاثنين، هما الاثنين عايشين فيه، واكيد هما الاثنين بيحلموا ان بيتهم ده يكون احسن بيت. تعالوا نشوف دلوقتي كمان برضو كده الأحداث بتاعت الفيديو النهاردة بكل تفاصيلها، وكمان برضو بعد يعني التفاصيل اللي أكيد هتكون حلوة جدا في النص هتكون ماشية معانا إزاي. وطبعا اكيد هدفنا من الفيديوهات هنا مش التسليه وان احنا كمان بنتفرج على مجرد فيديو وخلاص، لكن صدقوني معظمها فعلا بنطلع بيها بافكار ومعلومات حلوه جدا، ويكفي كمان كميه الطاقه الحماسيه اللي احنا بناخدها من خلال كل فيديو من الفيديوهات دي. تعالوا مع بعض كمان كده نبص هنا طبعا على الدور الايجابي والتنظيف اللي هم كمان بيساعدوا بعض فيه حتى في ابسط الاشياء. صدقوني فعلا الزوج اللي بيعمل كده مع زوجته بتحس قد ايه من جواها ان هي فخوره جدا وسعيدة بيه، يعني تفاصيل بسيطة جدا بس بتحس طبعا ان هو بيشاركها في كل حاجة في الحياة، وان طبعا عبء الدنيا والحياة كلها مش بيقع عليها هي بس. ويكفي اكيد طبعا اللحظات السعيده اللي هما الاتنين هيمروا بيها دلوقتي، قعده حلوه ومكان حلو، اكيد شويه هوا كده حلوين في المنطقه الحلوه دي. يعني من الاخر كده حاولي تخلقي لنفسك اي طاقه ايجابيه، ما تقوليش انا عايشه فين ولا قاعده فين، في اي مكان فعلا وبابسط الامكانيات تقدري طبعا ان انت تسعدي نفسك، وهو ده اكيد برضو بيكون جزء من هدفنا من خلال الفيديوهات، بابسط الامكانيات وبابسط عيشه تقدري طبعا تخلقي لنفسك جو كويس جدا. تعالوا مع بعض كمان هنا دلوقتي كده نشوف التنظيم والترتيب معانا بيبدأ ازاي من اوسط الامكانيات فعلا، وصدقوني كل المنظمات اللي احنا بنعرضها مع بعض من خلال القناة هنا بتفرق جدا. يعني شايفين دلوقتي كده شكل الدولاب ده وهو منظم من جوه، اكيد طبعا هيفرق جدا معاكي. مين فينا بتحب تبص كده على البيت عندها وتشوف الكركبة والفوضى؟ كل واحدة اكيد فينا بتحلم بمكان منظم ومرتب زي ما شفنا دلوقتي مع بعض، وزي ما قلت لكم الروتين اليومي اللي كل واحدة فينا بتعمله في البيت وبتخلقه لنفسها في النهاية أكيد دايما بتكون سعيدة. كل حاجة عندك منظمة ومرتبة، وشكل كمان البيت عندك منظم ومرتب بيديكي كمان طاقة إيجابية وحماس حلو قوي، بتحس إن أنت أكيد عندك نسبة تفاؤل كده للحياة. التنظيفات طبعا اللي من وجهة نظرك دي ممكن تكون بسيطة جدا خلال الأيام البسيطة دي اللي خلاص يعتبر طبعا لسه يعني فاضل أسبوعين أو حاجة قليلة جدا على شهر رمضان، فطبعا كلنا أكيد منتظرين وبفارغ الصبر، وبنتمنى طبعا إن الشهر ده يدوم معانا لفترات طويلة، لكن سبحان الله يعني أكيد كل حاجة في الحياة ما بتستمرش معانا، وفعلا اللحظات بتاعت رمضان دي بنكون عايزين نستمتع فيها بكل لحظة، فمين فينا طبعا هيكون فاضي بقى للتنظيفات الشاملة، وتقعدي طبعا بقى تنظفي الأدراج بتاعت المطبخ عندك وتحت السراير وورا كده الدولاب بتاعك. فطبعا دلوقتي تبداي كده تجهزي نفسك، يعني حاولي بقدر الإمكان تقسمي شغل البيت بحيث ما تجيش تبصي في النهاية تحسي إن أنت وراكي عبء ومسؤولية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت تستمتعي في شهر رمضان الكريم بكل لحظة بتمر عليكي. وطبعا النهاية كمان هتيجي عليك العيد، وانت كمان يعني يعتبر انجزتي حاجات كتيرة، اكيد بقى ساعتها في رمضان يعني مش هنكون احنا قاعدين مفيش ورانا شغل ولا حاجة، لكن ساعتها هتعملي بقى روتين اليوم البسيط، طبعا تجهيز الطعام، تجهيز كمان برضو المواعين، تشطيب المطبخ عندك بعد الكلام ده كله، فاكيد برضو تقدري تستمتعي في رمضان بجو على الاقل كويس جدا.
ده كمان دلوقتي كده نموذج تاني لزوج بيساعد زوجته. وطبعا في ناس كتيرة ممكن تقول ازاي كده قبل ان هو يصور نفسه، ازاي مش عارش بالخجل. طبعا ده شيء مش يعني اللي يخلي الواحد يشعر بالخجل نهائيا. سيدنا محمد اعظم البشر كان طبعا بيساعد زوجاته، فطبعا في رجالة كتيرة جدا بتشوف بقى فيها حتة الكبر بقى، وان هم مستحيل اساعد زوجتي، هي المسؤولة عن كل حاجة في الحياة، هي المسؤولة عن البيت كامل، يعني الاطفال والمذاكرة والطبيخ والتنظيم والترتيب، ده كله بيقع عليها. لكن صدقوني الكلمة الطيبة صدقة، بكلمة طيبة كده يعني بتفتحوا نفسنا على الحياة. لكن طبعا بكلمة برضو سيئة تحس الواحدة كده قفلت من الدنيا باللي فيها. فطبعا يعني على الأقل مش هتساعد زوجتك، يبقى على الأقل طبعا تديها كلمة كده طيبة تحس إن هي قادرة تكمل بيها الدنيا. أكيد هنا زي ما احنا شايفين كل واحدة بتحاول تنظم البيت بالطريقة اللي شايفة إن هي مناسبة ليها. في ستات طبعا كده بتحاول تشطب المطبخ طول النهار، يعني تحس إن يومها كله مقضية في المطبخ. وفي ستات تانية طبعا بالنسبة لها الكركبة والبهدلة والفوضى ده أمر يعني عادي جدا بالنسبة لها، قادرة تتأقلم على الوضع ده. طبعا احنا بنقابل كل النماذج دي في حياتنا، بنشوف الستات الدؤوبة جدا في شغل البيت، وستات كمان برضو اكيد اللي عندها نوع من اللامبالاة. طبعا من خلال الفيديو عرضت لكم النهارده اكتر من فكره لتنظيف حاجات كتيره، ويمكن كمان خلال الفيديوهات اللي فاتت، وكلهم فعلا يعني بقدر الامكان المفروض نحاول ان احنا نستفاد منهم. وعامه كده هسيبكم دلوقتي تكملوا الفيديو مع بعض للنهايه، واتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو هستنى لايكاتكم الحلوه، واللي ما اشتركش معايا ينزل دلوقتي حالا يشترك معايا في القناه عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها معاكم. اشوفكم ان شاء الله على خير بكره في فيديو جديد، ومع السلامة.